ازاي الولاد مبسوطه وهي في المستشفى، ازاي الولاد مبسوطه وهي بتاخد حقن، ازاي الولاد مبسوطه وهي بتاخد كيمو. الولاد من حقهم يتبسطوا. أنا أظن مينفعش نتكلم على المستقبل من غير ما نقول نبذة عن الماضي. مفتاح الحياة ابتدى في ورشة صغيرة جدا كانت 8 متر و8 متر، كانت بتستقبل في اليوم تقريبا 5 أطفال. كان السعادة فيها عنوان جذب بقية زمايلهم من 5 ل15 ل20 ل30. ليوم من الأيام لقينا في الورشة تقريبا 70 طفل، والمكان صغير جدا، فقلنا طب احنا هنعمل ايه 70 طفل ومش لاقيين مكان نقعد فيه. فدخل علينا دكتور شريف وقال لنا طب لو حلمتوا تحلموا بايه؟ فقلنا له عايزين نحلم بحاجه بسيطه جدا، ناخد سلم ونطلع فوق ويبقى عندنا اوضتين ثلاثه. والحلم القديم بقى جديد، والنهارده الحمد لله بنفتتح احلى مكان ممكن يكون باب سعاده وباب خير، مش بس لاولادنا، لكل حد هيزور 57. احنا هنا الحمد لله هنخلي الطفل يكتشف نفسه ويعبر، ونشيل من عليه الاسترس والألم وإحساس الغضب وعدم الكلام، وكمان نكتشف مهاراته، وكمان نكتشف مواهبه، وكمان يبتدي يقول أنا في رحلة علاج، بس كمان أنا في رحلة إنسانية جميلة جدا علمتني تجربة صح. الكرياشن سنتر مش غرفة، هو عبارة عن غرف، وكل غرفة متقسمة لهدف نفسي ومعنوي وإيجابي جدا. أولا غرفة الرسم المدرسة الفنية الصح، في غرفة بس متخصصة نعلم كل الولاد مدارس الفن كلها، من أول المية للزيت للباستيل كل حاجة. المدرسة دي بتطلع المنتج الإيجابي، اللوح، البوترينج، الهاند ميد، الشغل اللي هما بيبدعوا فيه وبيخلينا نسعد لما نشوفهم عارفين يقدموا حاجة حلوة جدا. الغرفة الثانية هي غرفة الحواس. يعني ايه غرفة الحواس؟ الطفل بيخرج من عملية فاقد حاسة من الحواس او فاقد استابيليتي، يعني هو مش مظبوط، حاسس ان هو مش مظبوط، مش عارف اتحرك، مش عارف امسك ايدي. الغرفة دي بندخله ونخليه يمسك صلصال مثلا ويطمن ان هو هيقدر يكمل والعلاج ماشي كويس والدنيا كويسة واستجابته للعلاج بتبقى سريعة. الغرفة الثالثة واللي هي الجميلة جدا واللي هي المهمة جدا اللي هي كور عندنا، غرفة المزيكا، تيم الأوبرا بيساعدنا في الموضوع دوت، وعامل شغل غير عادي وهيدعمنا بشغل غير عادي، وهنعمل حفلات هنا وهندعوكم تيجوا تحضروها، وهنعمل حفلات أندر جراوند للسن الصغير والكبير. احنا هنا هيبقى منفذ، أي فنان تشكيلي ممكن يجي هنا يعرض، عندنا مكان للعرض كبير وحلو قوي، ونمدج شغله وشغل الولاد ونعمل حاجة تفرح المكان وتساعده وتخليه يكمل بطريقة very positive. عندنا أوضة للسن 1 ل5، 1 ل5 ده الطفل الـ 60% من أطفال 57 بيفقدوا تماما إحساسهم بالحياة. الطفل ده ممنوع يخش حضانة، ممنوع يتعامل مع حد، فبيبقى إيه عنده مشاكل كتير جدا جدا في المعاملات، في الإدراك، في الحواس. فاحنا عاملين حاجه زي مدرسه صغيره جدا، زي نيرسري صغيره جدا متخصصه جدا تعلي مهارات الطفل. هنا المعمل البحثي للاطفال، اطفال المدارس، اطفال اللي عندهم شغف للعلم، هنا ان شاء الله هيكون اول معمل بحثي
يساعد الولاد يعرفوا يعني ايه بحث علمي. وهدف المعمل انه احنا نطلع جيل جديد بيعرف يفكر ويعرف يبحث ويعرف يشوف هو بكره شكله ازاي، وده العلم وده المستقبل. طيب المستشفى مدعمه بكل شيء، المستشفى دعمه حتى التيم، الدكاتره النيوتريشن بيساعدونا، البحث العلمي بيساعدنا، السايكولوجي بيساعدنا، الدكاتره الانكولوجي على طول يقولوا لهم اطلعوا الورشه فوق، استنوا دوركم او استنوا لما الجرعه تتحضر. كل حد في المستشفى حتى التمريض لما بيجي يحب واتزنق ومش عارفين ياخدوا عينة من طفل احنا موجودين. عندنا غرف مختلفة وجديدة وهتبقى حاجة ثقافية بس بطريقة مختلفة، غرفة المكتبة اللي هي هتكلم العقل والروح. هنا هنعرف نعبر ونحكي قصص للأطفال، هنعمل ستوري تيل، هنعمل تمثيل، هنعمل تجمعات وفيها ندوات ثقافية، هنقرأ كتاب، هنعلمهم ازاي يبصوا على بكرة بطريقة مختلفة. هنا هتبقى أوضة الكبار والصغيرين مجتمعين في قصة النجاح. احنا هنا مفتاح جديد من مفاتيح الحياة، انا ممكن اعيش في وسط ألمي بس بسعادة وراحة وعندي أمل لبكرة. فبكرة في المكان الجديد هو إن شاء الله منفذ لأولادنا وباب جديد من السعادة.